صباح الخير على كل مشاهدينا. موعد وقفتنا الصباحية هذا الصباح مع القراءة التحليلية للصحف. البداية على طول من جريدة الأهرام، وعادة البداية بتكون من جريدة الأهرام. في الصفحة الأولى: التعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية. الرئيس: أهمية توطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري. وحول هذا الخبر معنا عبر الهاتف دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. الدولة خطت خطوات قوية في مجال توطين الاستثمارات والسعي إليها بشكل قوي، كيف ترى هذا العنوان حول فكرة التعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية وتوطين الصناعة والاستثمار من خلال رأس المال البشري؟ هو طبعا يمكن الاستثمار في أحد أهم عناصر الإنتاج والمتمثلة في العنصر البشري، ده أنا بسميه نوع من الاستثمارات الجريئة وأهم أنواع الاستثمار، وهو طبعا بيكون مكمل للاستثمارات في البنية الأساسية والبنية التحتية، وده طبعا بينعكس على يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام. يمكن العنصر البشري ده الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية من خلال تحقيق الأمن الغذائي، كمان الرعاية الصحية، تحقيق الرعاية الصحية للعنصر البشري، فكرة تنمية المهارات الشباب، وكمان الهيكل الإداري للدولة، وده يمكن بينعكس بشكل كبير جدا على جميع القطاعات. يمكن فكرة تنمية الشباب ومن أجل مواجهة التحديات اللي بيتطلبها سوق العمل، وكمان مواكبة عصر التكنولوجيا، وكمان فكرة تطوير التعليم. يمكن كل المبادرات اللي تمت في الفترة الأخيرة خاصة في الست سنوات الأخيرة ده بتنعكس على الاهتمام والاستثمار في المواطن بشكل كبير جدا، ويمكن ده ليه دور أساسي في الشعب، يمكن للاستقرار المجتمعي والاستقرار العالمي كمان. يمكن احنا لدينا مبادرات عديدة من خلال كمان في مبادرات يعني يمكن احنا مستمرين فيها اللي هي تطوير الريف وجعل الأسرة المصرية أسرة منتجة. فطبعا العنصر البشري ده عنصر مهم جدا، والاستثمار فيه استثمار حيوي بشكل كبير. دكتور سيد، تنمية رأس المال البشري من وجهة نظرك تظهر أثرها إمتى على الأرض بشكل واضح بالنسبة لنا؟ طبعا يمكن الاستثمار في العنصر البشري ده بينعكس على كل القطاعات زي ما قلت لحضرتك، وده بيزيد القدرة الإنتاجية، ويمكن كمان بيحسن مستوى أداء الهيئات بشكل كامل، سواء الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، وده بيقلل الخسائر المادية والبشرية. يمكن احنا في كمان تطوير الفترة القادمة في هيئة زي هيئة السكك الحديدية، ودي محتاجة فعلا تطوير في الكادر البشري، فده بينعكس على خدمة المواطن. كمان التعامل في التنمية البشرية وكيفية التعامل مع المواطنين وإنجاز المهام والقضاء، يمكن كان عندنا القضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمارات، ده نوع من انواع الاستثمار في التنميه البشريه والعنصر البشري. كمان يمكن احنا داخلين على فتره جديده وعهد جديد، دخول مصر بوابه العاصمه الاداريه الجديده ونقل الهيئات الحكوميه، وده كمان يمكن كان في يمكن تطوير بشكل كبير جدا وتنميه للمهارات. يعني يمكن الناس اللي هتشتغل هناك لهم يعني تنميه على اعلى مستوى وتنميه الكادر البشري، وازاي ان هم يقدروا يتعاملوا مع جميع المواطنين، وده بيخدم الاستثمار بشكل كبير. يمكن احنا مصر لديها استثمارات اجنبيه كبيره في مصر، فلابد من فكره العنصر البشري في تسهيل الاجراءات وفي كيفيه التعامل، ولدينا فعلا مرونه في التعامل، احنا بنسميها المرونه الاقتصاديه، وده ناتج عن الاهتمام والمبادرات اللي تمت في الفتره الاخيره والاستثمار في العنصر البشري. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر حول هذا الخبر. هنروح للأخبار في الصفحة الثالثة. وفي الصفحة الثالثة: 100 إجراء حكومي لتنمية الصادرات والنهوض بالصناعة، حوافز جديدة، حصر المصانع المغلقة والترويج للاستثمار والأسواق المستهدفة.
خلونا نقرأ أكتر عن هذا الخبر علشان نعرف التفاصيل في الصفحة الثالثة لجريدة الأخبار. في الخبر أكد دكتور مصطفى بدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تعول على قطاع الصناعة والتنمية بصادراته لتعود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولي لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. وأضاف مدبولي أن الاجتماع بيهدف لمناقشة الموضوعات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسبات المرحلة. هنروح لخبر آخر، هذه المرة هنروح للمصري اليوم. وفي جريدة المصري اليوم في الصفحة الثالثة خبر بيقول افتتاح أول مشروع في مصر لتحويل مخلفات الطاقة، وزيرة البيئة تقدم حلول للمشكلات البيئية، ومحافظ الفيوم نموذج للعمل التشاركي. وبالطبع كل المشروعات اللي بيتم العمل عليها حاليا للاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة دي مشروعات بناءة للغاية، يمكن العالم سبقنا في هذا الإطار وفي هذا الاتجاه في تحويل المخلفات لطاقة. هناك تجارب رائدة حول العالم أبرزها في ألمانيا لتحويل المخلفات لطاقة والاستفادة منها، وهنا في مصر الاتجاه لتحويل المخلفات لطاقة هيدخلنا إلى عصر جديد ومختلف، وبنتمنى ان هذه التجربة وغيرها يوضعوا في حيز الحسبان وانهم يزيدوا بشكل حقيقي. هنروح للجمهورية في الصفحة الثانية. تحت رعاية الرئيس 30 من يونيو افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وزيرة الثقافة 100,000 زائر يوميا، الدخول بالمجان والحجز الكترونيا. وخبر معرض القاهرة للكتاب من الأخبار السعيدة اللي بتهم قطاع كبير جدا، خاصة أن السنة دي موعده في الصيف هيكون متزامن مع فترة أجازات، وأعتقد هيكون في إقبال مختلف هذه المرة. خلونا نقترب من تفاصيل معرض الكتاب في هذه النسخة ونتكلم مع دكتور حسين البنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير يا دكتور حسين. صباح الخير على حضرتك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. دكتور حسين، فعاليات المعرض هذا العام ما بين الاختلاف والاضافه كيف تراه؟ اولا يعني انا بهنئ الشعب المصري بقدوم وقرب حلول هذه المناسبه العزيزه على نفوسنا جميعا في مصر. هي مناسبه 30 يونيو، هذا التاريخ الفارق في حياه مصر والذي يعني تبدد فيه الظلام والحمد لله أشرقت النور مرة أخرى على مصر. ومن حسن الطالع أنه حيعقد في نفس التوقيت بصفة استثنائية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 في نفس التوقيت، وهذا ليضيف عيدا الى عيد يعني بنعتز به جميعا. وهذا العام في الحقيقه برغم ان معارض الكتب في معظم انحاء العالم تم الغائها بسبب جائحه كورونا، الا ان وزاره الثقافه في مصر اصرت على اقامه هذا المعرض لما يمثله من فرصه طيبه لكل محب الثقافه وكل محب الكتاب أن يعني يحتفلوا بهذه الظاهرة الثقافية والتي اعتاد المصريين أن يحتفلوا بها على مدى أكثر من نصف قرن. هذا العام في الحقيقة كان من المفترض أن يعقد المعرض في يناير الماضي، ولكن نظرا لظروف الجائحة وشراستها تم تأجيله وحيعقد في 30 يونيو كما أسلفت. ومن ملامح هذا المعرض هذا العام انه بيواكب خطة الدولة في التحول الى الصيغ الرقمية والصيغ الالكترونية في التعامل، وبالتالي فسيتم الحجز لحضور المعرض الكترونيا، يعني بمعنى ان المواطن بيدخل على الموقع وبيحجز تذكرته، وهذا سينظم تدفق الجمهور على المعرض، لانه كما حدث في السنوات الماضية
كان الحضور بالملايين. لكن طبعا في ظل الجائحة طيب هل هيتم التوقف عند حد معين في الدخول؟ بالضبط هناك حد أعلى وهو السعة، سعة المعرض، يعني كل مكان في العالم له سعة محددة، فبالتالي حتى لا يحدث تكدس ويحدث ما لا يحمد عقباه، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في الحفاظ على مواطنيها. إيه الجديد في المعرض السنة دي يا دكتور حسين؟ والله الجديد ملامح كتيرة جدا جدا، أهمها كما أسلفت إنه الحجز إلكتروني، وذلك يعني بيعزز توجه الدولة في التعامل بالصيغ الرقمية في جميع المعاملات تمشيا مع الاتجاه العالمي في هذا الصدد. أيضا الجديد إنه السيدة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدايم الحقيقة يعني أتاحت لكل الناشرين الذين تقدموا بالاشتراك، وذلك بيمثل في الحقيقة طوق نجاة لصناعة النشر التي أصيبت في مقتل بسبب جائحة كورونا، لأنه كما نعلم أنه على مدى عام ونصف تقريبا كثير من المطابع وكثير من دور النشر عانت من هذه الجائحة ومبيعاتها انخفضت، فهذا المعرض بيجيء ليمثل يعني حقيقة فرصة للناشرين أن يتنفسوا الصعداء، لأنه في بعض الناشرين عانوا من عدم وجود سيولة نقدية حتى يستمروا في إعطاء موظفيهم وفي الاستمرار في هذه المهنة. نعم، البعض كان بيطالب أن ساعات عمل المعرض تمتد إلى المساء خاصة أن احنا في فصل الصيف، هل وضع هذا في الحسبان؟ الحقيقة أنه كما ذكر الدكتور هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب أن المعرض هيبدأ من 10 صباحا وحتى 10 مساء لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لحضور هذا المعرض، فيما عدا يوم الجمعة هيبدأ من الساعة 1 ظهرا. نعم، ده مناسب جدا. دكتور حسين بنهاوي عضو مجلس الأعلى للثقافة، بشكر حضرتك على المداخلة وما أبديته من وجهة نظر معنا. هنتقل إلى جريدة مصر اليوم في الصفحة الثالثة. المالية تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة، ضم 7% للأجر الوظيفي أو 13% للأساسي من بداية يوليو، وأعتقد دي أخبار مبشرة بالنسبة لجمهور الموظفين ونحن منهم. جمهورية في الصفحة الخامسة. احتفالا بعيدها 57، الرقابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان تطور دور الهيئة في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية. وخلونا نقرا أكتر عن هذا الخبر من جريدة الجمهورية في الصفحة الخامسة. خلونا ندور على الخبر ونقرا أكتر ونشوف يعني ايه المعالم اللي هتكون في هذا الاحتفال، خاصة ان هيئة الرقابة الإدارية بذلت جهود كبيرة جدا الفترة اللي فاتت في عملية مكافحة الفساد، ويمكن ده جهد ملموس لان احنا بنسمع وبنقرا عن عدد القضايا وطبيعتها اللي قدرت انها تكافحها في الفترة الماضية. احتفالا بعدها 57، الرقابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان تطور دور الهيئة في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة. الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الهيئة تبدأ إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات. نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية تحت عنوان تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بدعم جهود التنمية الشاملة والدولة المصرية، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في 25 من يونيو من عام 1964. وأكد الوزير أن الهيئة تم تطويرها خلال السنوات الماضية، حيث شمل التطوير وتعديل القيادات في الجهاز الإداري للدولة واختيار وترشيح القيادات في جهاز تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أنه ترسيخا لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة، فقد بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنبا إلى جنب مع أعضاء الهيئة في خدمة الوطن.
كل التوفيق بنتمناه للجهود اللي بتبذلها هيئة الرقابة الإدارية في هذا الإطار. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهاية أهم الأخبار اللي استعرضناها سويا النهاردة في عالم الصحافة الصادرة صباح اليوم. دقائق تفصلنا عن التاسعة، وعلى رأس الساعة موجز لأهم الأنباء. بعده نلتقي بأولى فقرتنا الحوارية مع الزميل محمد عبد الله، فانتظروه.